السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم على الجميع، ربي يتقبل منكم سائر الأعمال. راح نتكلم على عدة مواضيع اليوم. أول موضوع عندكم تحديث محفظة ليبرباي، لما تدخل لها حتحدث معك، عاود ادخل اعمل تحديث حتى ننتظره نشوفه وش كاين جديد. بالنسبة لليبر جولد راح نعمل عليه فيديو بإذن الله. الموضوع الثاني بالنسبة لسيدرا، كنت نزلت لكم منشور البارح لوحدة التليل في تليجرام انهم من المحتمل انهم يقبلوا التوثيق لحسابات اللي عندهم اقل من 1000 دولار. والشي اللي متوقع له انا انه العملة السعر تاعها حيكون 1 دولار، لذلك راح يكون الحسابات 1 دولار حتى 2 دولار، يعني الحسابات اللي حيكونوا اقل من 500 عملة. هنا الرصيد تاعي، انا عملت البي تو بي، لذلك لان الحساب راه فيه اكثر من 1000 عملة، لذلك كاينه حسابات اللي تعمل السيلفي مباشره ويقبلوا معهم التوثيق. ننتظروا الايامات القادمه باذن الله. وبالنسبه لادراج العمله، من المتوقع يكون حتى الجوان، الجوان كش ما ينتهي من الامور هذه كامله. مرة موضوع ثاني بالنسبة لتطبيق بلوك ويب سيت، راح متوقف مانتونوس كش ما يكون جديد، راح نزيد نعمل عليه فيديو بإذن الله، لأنه من المتوقع أنه 21 مارس يفتحوا البيع الـ NFT، توثيق عن طريق الـ NFT وبيع الـ NFT، لذلك راح مانتونوس بإذن الله من لوفنتيا نعود نعمل فيديو. مرة الموضوع آخر، الموضوع الثاني اللي راح نتكلم عليه هو تطبيق إيرا. الحمد لله أنهم وقفوا لنا التسجيل حتى نقدر نجمع عملات. بالنسبة لتطبيق إيرا، الرصيد يظهر الآن، كاين أشخاص ما يظهرش معهم الرصيد، وش يعمل؟ يعمل العودة، ثم يأتي إلى البارامتر هنا، ثم يقوم بتغيير اللغة، ثم يعود يظهر معه الرصيد هنا. تلقاه في المشكل هذا كاين في الهواتف تاع سامسونج. راح نزيد نمر الموضوع آخر. بالنسبة لتطبيق الأرض الذكية، حاولت اليوم نسجل، جبت هاتف جديد وحاولت نسجل، مازال مانتونوس، مانيش فاهم وقت يفتحوا لنا التسجيل. مازال تخصهم تقريبا 3400 على 13 مليون مستخدم، وهم مش حابين يفتحوا التسجيل لتا افريقيا والعرب، برغم كانوا كاتبين انهم في مارس، احنا مازال مارس راح يفض. على العموم زيد يومين ثلاثة وعاودوا حاولوا تسجيل، من الممكن ان التطبيق يفتح معاكم. أظن أن التطبيق هذا صادق 100%، لأنه ما يحبش العرب يدخلوا، مادام موش حاب العرب يدخلوا، أنا صادق 100%. نشوف موضوع آخر. الموضوع اللي هنزيد نتكلموا عليه هو فاير شات. كاين أشخاص سجلوا معنا جدد، وكاين اللي ما مش فاهمين، وكاين اللي فاهم. على العموم التطبيق بسيط، كل ما عليك فعله هو جمع FCC. هذه FCC هي وقود التطبيق، يعني نقاط التطبيق. النقاط هذو تستعملهم في كل شيء، تستعملهم في زيادة قوة التعدين. روحوا ندخلوا هنا مثلا، تدخل هنا في الأسفل كما تشوف هنا في بآ يعطيوه 10 FCC، في بدو يعطيوك 30، في بتروى يعطيك 80 في اليوم، في بكات يعطيك 160، في بسانك يعطيك 240، في بسيس يعطيك 400، في بسات يعطيك 600 في اليوم، في بويت 900، ناف 1200، ديس 1650 في اليوم. هذه قوة التعدين، باش تشريها بالاف سي سي. كما نشوفوا لهنا، باش تحول من الفيب ان الفيب دو لازمك 300 FCC.
ملفي بدول، في بطروات 900، ملفي بطروال في بكات 3000، ملفي بكات الفي بسانك 9000. كملوا هنا، من في بسانك الفي بسيس 18000، من في بسيس الفي بسات 30800، من الفي بسات الفي بويت 56000، في بويت الفي بناف 105000، في بناف الفي بسيس 177800. يعني اللي حاب يزيد قوة التعدين تاعو اليومية، يعني تحب الاف سي سي تاعك هذيك تقعد تزيد في قوة التعدين، تزيد تطبيق مازال يزيد يعدن معنا بإذن الله حتى توصل مثلا إلى فيبديس. أنا عن نفسي راني حابس في الفيب كات، أنا حبست في الفيب كات. بالنسبة كنت شريت أنا لما بعت العملات اللي شريتها من قبل، شريت اف سي تي. لماذا شريت اف سي تي؟ علاش شريت الاف سي تي؟ لان السعر تاعها، الاف سي تي هنا 0.14، انا شريتها ب 0.12. باش كي يطلع السعر تاعها مثلا الى 0.10 نعاود نبيعها. هي منصة التداول. هنا يو بي سي بي انا بعتها في 0.12، الان راهي 0.10. لو ينزل السعر تاعها الى 0.02 راح نزيد نعاود نبيع الاف سي تي ونشري يو بي سي بي. يعني نتداول عادي كانك تتداول في اي منصه. انتهينا من الموضوع هذا. راح اخر موضوع برك نختمو به. هنا عندنا مشاريع مستقبليه. هذو المشاريع كاين مشاريع بزاف، انا اخترت هذو المشاريع فقط. نروح نشوفوا اولا صح المشاريع وين تلقاوهم. تضغط هنا راح تلقى المشاريع هنا كما نشوفوا هنا. هذو انتهوا، تلقاها 100% ثم انتهت، يعني جمعت المستخدمين انتهى. نرجعوا للمشاريع اللي اخترتها انا باش ما توقعوش في نفس الغلطه اللي درتها انا. هنا كما نشوفوا انا اخترت 1 2 3 4، هذو من المشاريع اللي حطيت فيهم عملات، ولكن أظن هذا غلطت فيه وهذا غلط وهذا غلط. لماذا؟ لما تأتي إلى هنا تشوفني بلي أنا الأول، أكثر واحد شرا هو أنا 260 عملة. مادامني أنا الأول أعرف بلي المشروع تاعها فاشل. حتى كي تنظروا هنا كوين دي طاي تلقى المشروع ما كاين والو، ما مش حاضرين على المشروع نهائيا، يعني مجرد عملة فقط. لذلك أخطأت في الانخراط في هذه العملة. راح تشوف هنا ثاني في المشروع هذا ثاني كيف كيف شريت 60 عملة، يعني ب 600 اف سي سي. كيف كيف ما عندوش مشروع في بيان، المشروع تاعو تاع في بيان. نروح نشوفو الثالثة. في الثالثة أنا ثانية أنا الأول اشتركت ب 60، ومادام شناوة ما حطوش في هذا عرب اللي حاجة مش مليحة. حنا دوك ما نعرفوش، لازم نتبعو أهل المجال هذا. هاي العملة اللي حطيت فيها هذه HCTP، شريت منها 1066 عملة. شوف الأول تحم شينوي هذا قداش شرا منها، شرا منها 234567، ثاني شرا منها 234000، 83000. لو ننزل أسفل تلقاني أنا ما نبانش نهائيا. دوك نوصل لجماعة الألف. هنا
شوفوا شحال هبط باش لقيت روحي وين مكلاس. وحتى كي تنظر للمشروع تلقى هنا حاطين لك خريطة التطبيق، حاطين البلوكشين تاعهم. سكلير سبلاي هو 21 مليون عملة، لذلك ننصح الجميع انهم يشتركوا في هذه خطيك من العملات الاخرين هذو، لانه بمجرد ما تشترك ما تقدرش تعاود ترجع عن الاشتراك، لذلك ننصحكم بهذه. ويقريب تكمله لما تشوف هنا تلقاهم مازالهم 1.96% فقط، وتنتهي من جمع المشتركين. هذا ما كان سهولة استعمال التطبيق. بالنسبة للصناديق تدخل هنا مثلا تجد صناديق هكذا مثلا، تضغط عليه. إذا كنت من الأوائل راح تستفاد من وش يوزعوا من هنا، كل واحد وش يوزع. كاين اللي يوزع بيتكوين، كاين كيما أنا هنا هاني ضغطت ما استفدتش. هذا هو تطبيق تاع فاير شات، وهذا هو المستجد تاع جميع التطبيقات. في الأخير نقول لكم رمضان كريم، ربي يتقبل منكم سير الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.